السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معايا النهاردة في مطبخ ريمي ايه؟ الخرشوف. هنعمل ايه النهاردة في الخرشوف؟ هنوريكم طريقة تخزينه الصحيحة والسليمة جدا. الخرشوف النهاردة هنخزنه بطريقة جميلة جدا وناجحة قوي قوي، علشان طبعا ليه أصناف كتير معانا ان شاء الله هنعملوها مع بعض. بس اول حاجه لازم نعرفها فيه ازاي بنخزنه بطريقه صحيحه، تمام. معايا كميه من الخرشوف زي ما انتم شايفينها كده، هنبتدي نشوفه هنخزنه ازاي. وقبل ما نبتدي نشوف المحلول اللي هنسقطه فيه ورده الخرشوف او القمع بتاع الخرشوف عشان ما يسودش مننا، فهنعمله له محلول ما يسودش مننا فيه. معانا ايه؟ معانا هله فيها ميه، تمام. هنضيف للحله اللي فيها ميه دي ايه؟ هنضيف لها معلقه ملح، هضيف لها معلقتين دقيق، هضيف كمان مقدار معلقه خل، تمام. المحلول ده مهم قوي، مش هيخلي الخرشوف ايه يسمر معايا، لان الخرشوف بيسمر ليه؟ لان فيه نسبه حديد، تمام. الخرشوف فوائده كتير جدا وفي حديد وجميل جدا جدا وطعمه تحفه. معايا كمان معايا ليمونه هعصرها، تمام. وهرمي كمان القشره معايا في الميه. تمام كده، والقشرة، وهقلب المية، ادوب الدقيق في قلب المية. تمام كده، دي كده المحلول جاهز اللي هسقط فيه مع الخرشوف اللي عشان ما تسودش في المحلول ده. دي طريقة هتعجبكم جدا في خزينة الخرشوف في الفريزر عشان تعملي بيه وصفاتك بعد كده، تمام. انا كده حضرت ال المحلول بتاعي، هركنه على جنب ونجيب الخرشوف. الخرشوف معايا، هبتدي اشوف هنضف الخرشوفه. دي الخرشوفه بتاعتي اهي، انا عايزه القمع اللي تحت، انا بحشيل القمع اللي تحت، فبنضف الخرشوفه خالص كده من الورق اللي فيها ده كده. انا هوريكم واحده وهكمل انا تنظيف الباقي لوحدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هتني كده، انا غسله الخرشوف وغسله ورقه، تمام. الحتت البيضة دي بقى من اول ما بتبتدي تطلع معايا كده دي بتتاكل للي يحب ياكلها، مفيدة وجميلة طعمها حلو، تمام. هبتدي بقى اطلع كل ورق الخرشوف خالص، شوفوا الورق بيبقى سهل جدا في الطلوع. تمام، بصوا خلاص كده، يعني الخرشوفه بصوا بمنتهى السهوله، مفيش اي مجهود خالص، الورق بيطلع معايا بكل سهوله اهوت. انا غسلاه حاجه قبل ما تيجي، اول ما تيجي لازم تتغسل حلو، يبقى جميل جدا بقى. بيتعمل الخرشوف ده بقى محشي تحفه تحفه، وطعمه شيك، طعمه تحفه وشكله شيك، وبيبقى حلو قوي في العزايم كمان لو هتعملي في عزومه. بنشيله بقى ايه كميه الاقماع دي كلها لغايه ما بوصل القمع الداخلي اهوت، وده الشعر شايفينه، ده الشعر الناعم. انا بقى مش عايزه شعري ده كله، هبتدي انضف الخرشوفايه، هقطع الساق بتاعها،
تمام وانضف حواليها. شوفوا واطلع القلب بقى، انا بوريك واحدة وبعد كده هكمل. انا هطلع القلب بتاع الخرشوفة، الشعر الناعم، شوفوا الشعر ناعم قوي، ده كله بطلعه بالمعلقة كده زي ما انا بوريكم اهوت بالمعلقة، بقوره بالمعلقة كده وطلعه بالراحة. تمام خلاص طلعت كل الشعر، شوفوا الأم، ده اللي بيتحشي بقى أو يتعمل طواجن أو بيتعمل على لحمة ضاني، بيتعمل بأصناف كتير جدا، وهعمل لكم كل الأصناف دي إن شاء الله. بس أول حاجة خزنوه عشان ما يسودش، هسقط على طول في المية كده. تمام أنا كده وريتكم إزاي بعمل الخرشوفة، هعمل كل الكمية اللي معايا وأرجع نكمل مع بعض طريقة تخزينه، إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا، تابعوني. بصوا يا حبايبي دلوقتي حطيت نضفت مع الخرشوف كلها، وروحت جايبه المحلول بالخرشوف كله على عين البوتاجاز هعمله. بصوا انا حطيته على النار اهو، واللي معاه اهيت، وده الدقيق مترصه تحت اهوت، بقى هقلبه. المحلول ده قلنا عباره عن ايه؟ عن ميه، معلقه كبيره خل، معلقه ملح، ربع معلقه ملح، قصدي ليمونه، وحاطين قشرها، ومعلقتين دقيق، والقمع. بصوا ايه ده، اسود صح؟ لا هيبيض دلوقتي تاني، رغم ان ده كمان لو كنت سبته غير المحلول كان كان ممكن يسمر اكتر من كده، فهنحطه واسيبه هيغلي هنا عشان تستوي الاقماع كويس معايا، برضو مش عاوزاها تتهري، هتستوي هتتسلق 10 دقايق، هتن في المية والمية على النار 10 دقايق كاملة، وبعد كده ارجع اوريكم هنكمل مع بعض طريقة تفريز الخرشوف. بصوا الثمر ده كله هيروح دلوقتي في لما يتسلق في المية ديت، هتلاقي كله بيض وبقى لونه جميل جدا ومفيهوش ثمر خالص. هسيبه يتسلق لمدة 10 دقايق وارجع نشوفه هنكمل مع بعض ازاي تفريز الخرشوف التنوي. بصوا يا حبيبي دلوقتي لنا 10 دقايق حطينا خرشوف على النار، تعالوا بصوا نشوفوا لونه كده بعد ما استوى، شوفوا عامل ازاي، زي ما قلت لكم هيبيض وهيبقى جميل قوي، شوفوا لونه ابيض. خد سوا اللي انا عايزاه، بصوا شوفوا لونه ابيض خالص خالص، مفيهوش سواد خالص، طريقه ناجحه، طريقه جميله جدا. هبتدي اطفي عليه، وعايزه اوقف سواد طبعا. عندي هنا ميه ساقعه او من الحنفيه، واطلع فيها قطع الخرشوف بتاعتي مع الخرشوف كده اهو عشان يوقف السوا بتاعها بسرعه. تمام شوفوا لونه، شوفوا لون الخرشوف طالع ازاي، جميل جدا وابيض مش مسود خالص. طريقه ناجحه في تخزين الخرشوف، جميل قوي. انا بالطريقه دي كده هسيب الخرشوف في الميه ديت لغايه ما يبرد خالص خالص، بعد كده اصفيه ونرجع نكيسه مع بعض ونفرزه بالطريقه بتاعتنا اللي احنا تعودنا عليها في التخزينات. وده كده كان الخرشوف اهوت، شوفوا جميل جدا. هسيبه يبرد خالص وارجع اول ما يبرد نكيسه سوا ان شاء الله. بصوا يا حبيبي انا كده بردته خالص، بصوا شوفوا لونه، شوفوا جميل جدا. 10 دقايق كافيين جدا جدا عشان لسه لما نعمله بالوصفات بتاعتنا. بصوا شوفوا كل السواد اللي فيه راح، طريقه ناجحه جدا. انا خزنت الكميه دي معاكم، انتوا اعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها، الكميه اللي تناسبكم انتم، الكميه اللي انتوا بتحتاجوها. تعالوا نكيسوا سوا، حلو قوي. هنعمل وصفات ونشوف ان شاء الله
الخرشوف. بس اهم حاجه النهارده عرفنا ازاي نخزن الخرشوف بطريقه سليمه، طعمه جميل جدا وتعمل جوه صفات كتير، وخاصه لما بنحشو لحمه مفرومه يبقى حلو قوي. شفنا طريقه تنظيفه وتفريزه السليمه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لو اول مره تشوفوا قناتي تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.